نشرة التاسعة من القاهرة الإخبارية. التاسعة في القاهرة، نشرة إخبارية من عاصمة الخبر، وأرحب بزميلتي آية وأبرز العناوين. في ختام اجتماعات مجموعة السبع، بلينكن يعلن أن واشنطن سترسل أنظمة دفاع جديدة إلى أوكرانيا. روسيا تعلن فرض حظر التجوال في خيرسون على مدار اليوم. وبايدن يبدأ آخر حملاته الكبرى لدعم حزبه الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ونبدأ نشرتنا مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. Чи вважаєте ви, що час міжнародного права минув? Якщо ваша відповідь ні, то діяти потрібно. Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. دعا وزراء خارجية مجموعة السبع روسيا مرة أخرى إلى إيقاف عملياتها العسكرية على أوكرانيا وفورا. وأكد الوزراء أن أي استخدام لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية من جانب روسيا سيواجه بعواقب وخيمة. اتفق الوزراء على أهمية وجود آليات تسبق لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وترميم البنية التحتية الحيوية. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة سوف ترسل أنظمة دفاع جديدة إلى أوكرانيا. وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا أن واشنطن ستمد حل وفائها بشحنات جديدة من الغاز. قال بلينكن إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتحمل مسؤولية استخدام القوة ضد أوكرانيا وتهجير سكانها. We'll be right back.
في ذات السياق، أكد مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى نظرائه من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا لمناقشة التحديات التي تواجه العالم. جاء ذلك في اليوم الثالث لزيارة بلينكن لألمانيا، حيث شارك في اجتماعات وزراء خارجية دول المجموعة السبعة والتي استمرت يومين، تناولت سبل تقديم الدعم لأوكرانيا. أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيظل ثابتا وقويا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وخلال زيارة العاصمة الأوكرانية، قال سوليفان أن الولايات المتحدة تعتزم ضمان توفير الموارد اللازمة لأوكرانيا والحصول على دعم الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة لتحقيق ذلك. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة 318 ألف شخص ضمن خطة التعبئة الجزئية. قال بوتين إن 49 ألف ممن تمت تعبئتهم أرسلوا إلى جهات للقتال في أوكرانيا، وشدد بوتين على ضرورة إجلاء جميع سكان خيرسون وبشكل سريع. أشار إلى أن موسكو سوف تساعد جميع اللاجئين القادمين من كاخاركيف أو أي منطقة من أوكرانيا، وستسهل إجراءات منح الجنسية الروسية لهم. جاءت تصريحات بوتين خلال مشاركته في مراسم وضع الزهور عند النصب التذكاري لكرزمينين وديمتري بوخاريكسكي في الساحة الحمراء بوسط موسكو. كما أكد بوتين أن الغرب يدفع الأوكرانيين إلى الهلاك. أشار بوتين خلال زيارته معرضا بعنوان أوكرانيا في منعطفات العصر في موسكو أن الغرب يسلح كييف بلا هوادة ويحاول إضعاف روسيا بشتى السبل. في الغرب يتم قلب الأحداث التاريخية الرئيسية رأسا على عقب، بينما يتم طمس الحقيقة. أوكرانيا سلكت الطريق الذي يسمح بالتدخل المباشر وغير المبرر للدول الغربية في شؤونها الداخلية، وكان الصدام مع النازيين الجدد حتمية وبلغ أشدة عندما أصبح الوضع قاتلا بالنسبة لروسيا. الغرب أدخل قيما زائفة في أوكرانيا وأعاد برمجة عقول الملايين من الناس وحاول إشعال الفتيل أملا بانهيار روسيا. أما ميدانيا، فأعلن نائب حاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف فرض حظر التجول في المدينة على مدار الساعة. قال ستريموسوف إن هذا القرار ضروري لحماية المدينة. كان المسؤول المحلي لمنطقة خيرسون الجنوبية قال إن موسكو قد تسحب قواتها من الضفة الغربية لنهر النيدنور، وأفاد المسؤول بأن روسيا طلبت من السكان الموجودين في منطقة عن عازلة على ضفة النهر شرق الخيرسون ضرورة المغادرة أيضا. يأتي هذا غداة تأكيد مصادر عسكرية روسية أن كييف تخطط لشن هجوم مضاد على خيرسون. مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول شهرها العاشر، تتجه المعركة للتصعيد مع استمرار التأكيدات من جانب روسيا حول هجوم أوكراني وشيك على مدينة خيرسون. أوكرانيا وحلفاؤها من الغرب يرون أن خيرسون هي المنطقة الأبرز حاليا في جبهات القتال. أما بالنسبة لروسيا فهي تشكل أهمية كبيرة لها. تلك المنطقة التي تعد خط إمداد حيوي ونقطة ربط رئيسية بين الجنود الروس والمناطق التي تسيطر عليها قواتهم. التصعيد من موسكو وكييف
لم يقتصر فقط على حشد عسكري على أطراف المدينة، بل وصل إلى تراشق كلامي بشأن الوضع في خيرسون. موسكو اتهمت أوكرانيا بالتخطيط للهجوم بقنبلة قذرة. وعلى الجانب الآخر، اتهمت الخارجية الأوكرانية روسيا بالقيام بعملية تهجير قسري للمدنيين وتعريض حياتهم للخطر. رداً على تلك الاتهامات، أكد مسؤولون في روسيا أن إجلاء المدنيين من الضفتين الغربية والشرقية للنهر يهدف إلى تأمينهم وحماية أرواحهم. أما عن أمريكا، أعلنت على لسان وزير الدفاع أوستن إيمانها بقدرة الأوكرانيين على حسم معركة خيرسون واستعادة السيادة. سباق مع الزمن وحشود على كافة جبهات المدينة ينبئ بمعركة وشيكة قد تغير دفة الصراع. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نحو 4.5 مليون شخص في كييف وعشر مناطق أخرى يعيشون في ظلام تام. وأوضح زيلينسكي أن جميع مؤسسات الدولة عليها أن تعمل لاحتواء أزمة انقطاع الكهرباء الناجمة عن استهداف روسيا البنية التحتية في أوكرانيا. إنه أمر مهم الآن للحفاظ على قدراتنا للعمل معا، لذا اليوم أريد أن ألفت انتباه السلطات المحلية إلى أنه يجب التأكد من أنه لا يوجد أي استخدام غير ضروري للكهرباء في جميع المدن والمجتمعات في أوكرانيا. إن هذا الوقت ليس الوقت الصحيح لتشغيل لافتات الإعلانات أو الإشارات أو العروض الصاخبة وأي إضاءة من هذا القبيل. يتجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إلى ولاية الغرب الأمريكي، حيث يبدأ آخر حملته الكبرى لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس والتي تستمر 3 أيام. تأتي جولة بايدن بعد ساعات من خطاب له وصف فيه الانتخابات بأنها لحظة حاسمة بالنسبة إلى الديمقراطية الأمريكية، ومؤكدا أنها ستؤثر على بلاده لعقود قادمة. وتنطلق انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة رسميا الثلاثاء المقبل، ويسعى الديمقراطيون إلى الحفاظ على سيطرتهم على مجلس النواب والحصول على الغالبية في مجلس الشيوخ لدعم خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ما يسعى الجمهوريون إلى عرقلته. تجرى الانتخابات لتجديد جميع المقاعد 435 بمجلس النواب، ويتم انتخابهم كل عامين فضلا عن تجديد ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، وعددهم 35 نائبا من إجمالي 100 نائب. يتم انتخاب كل 6 أعوام بمعدل الثلث على كل عامين. أما الآن فنتحول إلى الزميل تامر حنفي لمتابعة استعدادات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. تامر، شكرا لك يا آية وشكرا لك خيري، وأهلا بكم مشاهدي الكرام مباشرة إلى واشنطن. هذا هو رامي جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية. رامي، بعد التحية، جو بايدن تحدث أن هذه الانتخابات حاسمة وستؤثر على الديمقراطية، من ماذا يخشى؟ مرحبا تامر، الأجواء هنا تمتلئ بالكثير، تمتلئ بالأخبار، تمتلئ بالتطورات حول الاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي التي بقي أمامها فقط 4 أيام في 8 نوفمبر الحالي. الرئيس جو بايدن يتحدث تقريبا بشكل يومي لوسائل الإعلام، يتحدث عن أن هذه الانتخابات حاسمة كما قلت، يحذر أيضا من أمور أخرى مما أسماه بالعنف السياسي، نظرا لأنه قد تحدث بعض الهجمات وهناك بعض التقارير التي وردت إلى أجهزة الأمن هنا إلى أنه قد تحدث بعض الهجمات من أشخاص لهم أيديولوجيات معينة
سواء على التجمعات الانتخابية للديمقراطيين أو الجمهوريين أو على مراكز الاقتراع، هناك استحكامات أمنية تفرض من الآن في المناطق التي ستحدث فيها التجمعات. جو بايدن تقريبا لا يجلس في البيت الأبيض، كل يوم هو في ولاية مختلفة. اليوم هو في سان دييغو كاليفورنيا، مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، تحدث عن موضوع بناء مصنع الرقائق الذي يعتزم بناءه، وأيضا على هامش الحديث كان يتحدث عن الانتخابات وانتخابات التجديد النصفي وضرورة التصويت. بالأمس كان أيضا في كاليفورنيا وكان في ولاية نيو مكسيكو في مدينة ألباكيركي، أمس الأول كان في ولاية أخرى، كل يوم هو يسافر إلى ولاية لدعم المرشحين الديمقراطيين. أي ولايات يخشى يا رامي؟ على الجانب الآخر سنجد المرشحين. نعم؟ أي ولايات يخشى؟ هناك بعض الولايات التي دعنا نقول أنه ستكون هناك صعوبة نوعا ما للديمقراطيين إلى حسمها. معظم ولايات الجنوب وعلى رأسها ربما ولاية تكساس الكبيرة والتي تضم أكبر قوة تصويتية في الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي الولايات التي يخشاها بايدن ويخشاها الديمقراطيون. أيضا ولايات الغرب الأوسط، هذه الولايات التي تقل فيها أعداد الأقليات وتزداد فيها الأكثرية البيضاء، هذه هي الولايات التي ربما يخشاها الديمقراطيون وليس لهم تاريخ جيد معها، ربما لم يربحوها. أيضا فلوريدا، أصبحوا الآن يخشون من فلوريدا، فلوريدا في الآونة الأخيرة ولاية فلوريدا أصبحت ولاية جمهورية ويحكمها أيضا حاكم جمهوري، كل هذا يخيف الديمقراطيين كثيرا من هذه الولايات. حتى بنسلفانيا التي يعولون عليها كثيرا الديمقراطيون، إلا أنهم استعانوا بالصديق القديم كما وصفه جو بايدن وهو الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ذلك الشخصية التي لها كاريزما كبيرة كما نعرف وله الكثير من الرصيد لدى الديمقراطيين تحديدا ربما الأمريكيين جميعا، استعانوا به للدعاية الانتخابية للديمقراطيين. يعني أعتقد أن الإدارة الديمقراطية أو الحزب الديمقراطي بشكل عام لا يدخرون سلاحا لا يستخدمونه في هذه الانتخابات حتى هذه اللحظة. هل هم يشعروا إلى هذه الدرجة أنها المعركة الأخيرة؟ هل صح هذا التعبير؟ ثم تحدثت عن فلوريدا بأنها أصبحت ذات مزاج جمهوري، ما الذي يجعل الولاية تتحول من هذا إلى ذاك؟ لك تلك الأسئلة مباشرة. في الحقيقة تامر، بالفعل الديمقراطيون يشعرون الآن بخطر حقيقي في هذه الانتخابات، هي ربما تكون المعركة الأخيرة أو دعنا نقول الفاصلة، لأن المعارك الانتخابية لا تنتهي، هناك معركة ستكون بعد عامين من الآن وهي معركة انتخابات الرئاسة، ولكن دعنا نقول أن هذه معركة فاصلة بالفعل بالنسبة لهم. ويقول المراقبون أن بالفعل المزاج الأمريكي يتحرك بسرعة، المزاج الأمريكي المتقلب جدا خاصة في أوقات الأزمات، لا يمكنك أبدا أن تعول على أصوات الأمريكيين في أوقات الأزمات إذا كنت لا تفعل ما يلزم. ويبدو أن الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة بايدن، يبدو أنها في نظر الأمريكيين وحسب استطلاعات الرأي لا تفعل ما يلزم تجاه الأزمة الاقتصادية، وذلك يتغير المزاج العام من الإدارة الديمقراطية ربما إلى التصويت إلى الجمهوريين، وهذا ما يعول عليه الجمهوريون. بالفعل الجمهوريون يضعون العنوان الرئيسي في دعاياتهم الانتخابية الأزمة الاقتصادية، يضعون التضخم، يتعهدون بأنهم سيحاربون التضخم وسيحاربون ارتفاع الأسعار، هذه هي الدعاية التي يستخدمها الجمهوريون، وهذا هو ما يهم المواطن الأمريكي. كل الملفات الأخرى قد تكون مهمة، ولكن الملف الأهم على الإطلاق بالنسبة للمواطن الأمريكي هو ملف التضخم وارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية، هذا هو العنوان الرئيسي للانتخابات. نعم. وإذا تمكن الديمقراطيون من إعادة الاهتمامات وتحويل الأنظار مرة أخرى، هل يستطيعوا في هذه الفترة القصيرة أن يحولوا الاهتمامات؟ فرصة في هذه المعركة. نعم بالفعل في بعض الولايات، طالما أجبت بنعم والوقت هنا ضاغط، سأعتبر أن نعم هي الإجابة أنهم من القادرين. سؤالي الختامي والوقت قد انتهى، ماذا عن استطلاعات الرأي؟ وهل هذه الاستطلاعات قادرة على أن تتعامل مع المزاج، تحوله ذات اليمين وذات اليسار بإيجاز؟ في الحقيقة استطلاعات الرأي هي ليست أكثر من مؤشر، لا يمكن أن تؤثر استطلاعات الرأي أو يمكنها التنبؤ بدقة،
بما يفكر فيه الناخب الأمريكي الذي قد يغير رأيه قبل الانتخابات بيوم أو حتى في نفس يوم الانتخابات أو حتى وهو يقف في طابور اللجان الانتخابية قد يغير رأيه بالتأكيد. هذه الاستطلاعات ربما كذبت في وقت سابق، ربما في عام 2000 في الانتخابات التي كانت الرئاسية التي كانت بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب، وربما كانت ترجح فوز هيلاري كلينتون باكتساح، ولكن ما حدث كان العكس تماما واكتسح دونالد ترامب. إذن استطلاعات الرأي لا يعول عليها في النتائج ولا يعول عليها أيضا في التأثير على الناخبين، ففي النهاية الناخب الأمريكي أمام صندوق الاقتراع هو صاحب الرأي الأول والأخير في هذه المعركة. من واشنطن شكرا لك، وأنت رامي جبر مراسل القاهرة شكرا لك إذ كنت معنا من هناك، وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، مباشرة إلى الزملاء آية وخيري إليكما. شكرا تامر على هذه الوقفة التحليلية. إذن تجري الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مشاورات بشأن اختيار يوم 14 من نوفمبر موعدا للإعلان عن إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024. جاء هذا في تقرير نشره موقع أكسس الإخباري الأمريكي، حيث قال إن ترامب لم يحسم قراره بشأن التوقيت، وكان ترامب ألمح بقوة إلى احتمالية عودته للمشهد السياسي خلال تجمع جمهوري في ولاية أيوا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. اشتباكات بين أنصار عمران خان وقوات الأمن الباكستانية في إقليم البنغاب. أهلا بكم من جديد، ونتحول إلى تطورات الأوضاع في باكستان. قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إن 2 من الرماة حاولا اغتياله في مدينة وزيراباد أمس عندما أطلقا النار على مسيرة احتجاجية كان يقودها إلى العاصمة إسلامباد. وفي خطاب من أحد مستشفيات لاهور قال عمران إنهم قتلوا شخصا وأصابوا 11 آخرين خلال الهجوم. أضاف خان أن 3 أشخاص وضعوا خطة لاغتياله. كما اندلعت اشتباكات بين أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان وقوات الأمن في راولبندي بإقليم البنغاب. تأتي هذه الاشتباكات بعد يوم من المحاولة الفاشلة لاغتيال عمران خان بينما كان في تجمع لأنصاره في وزير أباد. ونظم حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان احتجاجات في عدد من المدن الباكستانية. وأكد مسؤول بالحزب أن الاحتجاجات سوف تستمر في أنحاء البلاد حتى تلبية مطالب خان باستقالة رئيس الوزراء شهباز شريف وإجراء انتخابات مبكرة.
وبدوره دعا وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله حزب تحريك إنصاف إلى مراجعة أمن رئيسه عمران خان بعد إطلاق النار عليه. قال وزير الداخلية الباكستاني إنه تم إبلاغ حزب عمران خان بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ولكنه تجاهل ذلك. نأخذ في الاعتبار أهمية وخطورة هذا الحادث، فإننا نناشد قادة حزب تحريك إنصاف وعمران خان بأنه ينبغي عليهم مراجعة عمليات التأمين. أعلنت الأمم المتحدة ارتكاب جماعة الحوثي جرائم حرب منذ انتهاء اتفاق السلام الشهر الماضي، مشيرة إلى استمرار الجهود لإحياء اتفاق الهدنة بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين. وأكدت المنظمة الدولية أن الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت المدنية محظور بموجب القانون الدولي. أعلنت وزارة الدفاع الصومالية مقتل 100 من مقاتلي حركة الشباب في اشتباكات عنيفة بوسط البلاد. قالت وزارة الدفاع في بيان لها إن الجيش وميليشيات عشائرية متحالفة معه نجحوا في مقتل 100 شخص من مقاتلي حركة الشباب المناهضة للحكومة الصومالية الحالية. يأتي ذلك بعد أيام من تفجيرين أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصا في العاصمة مقديشيو. على صعيد آخر، جدد شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب الدعوة للحوار للتحول بوثيقة الأخوة الإنسانية من الإطار النظري إلى العملية. وخلال مشاركته في ملتقى البحرين للحوار، قال شيخ الأزهر إن التغيرات المناخية كارثة من صنع الإنسان، كما أضاف أن المآسي التي تشهدها بعض دول العالم هي من غياب ضوابط العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الشرق والغرب يحتاج بعضهم إلى بعض، وأنه يجب ألا نيأس من أن تستعيد العلاقات بين الطرفين صحتها. كما دعا الطيب إلى وقف خطابات الكراهية المتبادلة، وأكد كذلك أن أزمة تغير المناخ كارثة من صنع الإنسان المنقلع من قيود الدين والأخلاق، وداعيا أولي الأمر في التصدي لهذه الكارثة. أزمة البيئة وتغير المناخ والكلام فيها طويل وذو شجون وموجز القول، وأن هذه الكارثة هي أيضا من صنع الإنسان المنخلع من قيود الدين والأخلاق، وهي أثر من آثار الأنانية. وفيما أعتقد فإنما يجب علينا نحن علماء الأديان ورجالها حيال هذه الأوضاع هو أن نبلغ صرختنا إلى أولي الأمر وأولي الثراء الفاحش بأن يفكروا ولو قليلا في مصيرهم هم قبل غيرهم، وأن ينفروا خفافا وثقالا للتصدي لهذه الكارثة. ولا علينا إن استجابوا أو جعلوا أصابعهم في آذانهم. اقتصاديا، قررت الإدارة الجديدة لشركة تويتر التي استحوذ عليها إيلون ماسك إلغاء يوم راحة كانت منحته خلال جائحة كورونا لموظفيها. وكذلك ألغت الشركة العمل عن بعد على أن يعود الموظفون إلى الدوام الكامل والعمل من مكاتبهم. من أجل مساعدة الإنسانية كان هذا مبرر إيلون ماسك في خطوة استحواذه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في صفقة قيمتها 44 مليار دولار. التكهنات بشأن أهداف ماسك من الصفقة أثارها مشهد له وهو يترجل إلى مقر تويتر حاملاً حوض غسيل مصحوباً بتغريدة له قال فيها: دخول مقر تويتر، دعونا نغوص فيه. أولى نتائج غوص ماسك في تويتر تجسدت في إجراءات جذرية بدأها بسحب 50 موظفاً من شركته تسلا إلى تويتر، فيما أفادت وكالة بلومبرغ بأنه يخطط لإلغاء نحو 3700 وظيفة في تويتر، أي نحو نصف عدد العاملين. حملة خفض الوظائف بدأها ماسك من القيادة العليا للشركة، والتي اتهمها سابقاً بتضليله بشأن عدد الحسابات المزيفة على تويتر. وفي خططه التي أعلنها قبل الصفقة قال إنه يسعى للتخلص من تلك الحسابات،
ماسك قال كذلك إن تويتر يجب أن يكون دافئاً ويرحب بالجميع على حد تعبيره، إلا أنه نفى أن المنصة ستتبع نهج تمرير أي شيء. من هنا قرر المالك الجديد للمنصة الإعلان عن رسم شهري قدره 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء بالمنصة، في خطوة تستهدف زيادة الاشتراكات وجعل تويتر أقل اعتماداً على الإعلانات. عدد من مرتادي تطبيق العصفور الأزرق اعتبروا الخطوة نوعاً من الابتزاز، بينما في استطلاع نشرته رويترز أبدى أكثر من 80% من مستخدمي تويترز نيتهم عدم دفع أموال مقابل العلامة الزرقاء، بينما آخرون قالوا إنهم على استعداد لدفع 5 دولارات فقط. والآن بعد إتمام الصفقة أصبحت إحدى أهم شبكات التواصل الاجتماعي في العالم تواجه مصيراً مجهولاً بشأن كيفية تعامل المالك الجديد مع شركة كان هو نفسه كثير الهجوم عليها. ولمزيد من التفاصيل نتحول إلى الزميل تامر حنفي لمتابعة القرارات التي اتخذتها الإدارة الجديدة لشركة تويتر برئاسة إيلون ماسك. شكرا لك خيري، وشكرا آية، وأهلا بكم مشاهدي الكرام. مباشرة سينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة المهندس مصطفى أبو جمرة، الخبير في مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات. سيد الفاضل، سؤال كفاتح الشهية، هل إيلون ماسك موهوب أو يعد كموهبة فذة؟ سؤالي ابتداء، أين تصنف هذا الرجل؟ لأن هذا السؤال ليس في أصل سؤالي ابتداء. والله السؤال ده سؤال ليس له إجابة حتى الآن، لأن كثير من الناس تظن فيه أنه رجل شرير، كثير من الناس تظن أن خلف هذه الشخصية التي تفعل العجب من اختراعات وغيرها من حاجات متعلقة بمستقبل البشرية، لكن في الآخر دايما في حتة كده بيعملها مستغربة على كل القيادات البشرية عبر التاريخ. ما هو المستغرب؟ حاجة غريبة كده شوية. ما هو المستغرب؟ يعني مثلا هو كان بيعمل تويتات بتؤثر بالسلب على أسعار الأسهم بتاعت شركته، فهو وبعدين هو ماسك يعني هو دلوقتي عنده شركة بتاعت الفضاء اللي هي بتحاول تخلي الحضارة البشرية حضارة ثنائية الكوكب وليست حضارة أحادية الكوكب، يعني يكون في بشر على كوكب الأرض وفي بشر على كوكب المريخ، وعامل حاجة تانية برضك متعلقة بالإنترنت، نطلع إنترنت فضائي من خلال مجموعة من الأقمار الصناعية حوالين الأرض. وبناء عليه المخاوف من مستقبل العصفور الأزرق، من مستقبل العصفور الأزرق، منبته هو عدم القدرة على قراءة أفكار هذا الرجل؟ بالطبع بالطبع، يعني هو استحواذ النهاردة على تويتر ده وصلوا لمرحلة إن هو المتحكم الأوحد في المستقبل بتاع هذه المنصة، وهو عنده مخطط بدأ يتكلم عنه في حاجات مفهومة وفي حاجات غير مفهومة. يعني هو عمال بيقول ان انا هقلل الاهتمام بدخل الاعلانات، طب هيبقى الدخل ايه؟ اشتراكات. هو بيقول انا عايز احوله سوبر اب، ان هو يكون زي ويشات الصينيه بيقدر تشتري وتبيع وتعمل حركات كتيره جدا، اخذا في الاعتبار ان تويتر النهارده ما هوش الاميز كسوشيال ميديا، يعني سابقاه منصات تانية كتير. طيب حديثه الم يلفت انتباهك أنه قال أننا نرغب أن يكون هذا التطبيق منطقة دافئة؟ ما هو يعني هو دايما بيدي عنصر استشرافي حضاري لأعماله، يعني هو عايز يستعمله بقى أنها تكون من أجل الحق والحقيقة والإنسانية كما قال والإنسانية، بس دوت يعني زي ما بنقول كده دوت بالبلدي ده ما بياكلش عيش. أرى مهندس أبو جمرة أنك تتشكك في سلوك الرجل رغم أنه قدم للبشرية الكثير، ما هو منبت التشكك إذن؟ هل هو في عدم القدرة على قراءة هذه العبقرية؟ يعني أنا دائما
بسبب لا أعلم تثورين بعض شكوك عن هذا الرجل. ما هي الشكوك؟ أنا سألتك عن هذا السؤال. هي يعني أنا مش محدش قادر يحط إيده على حاجة. ما هو لفكرة أننا لا نعلم ماذا بماذا يفكر نتشكك بالضبط. هل نعتبر أن ما تفكر به علميا هو سلوك إنساني في الإطلاق وليس له علاقة بالخبرة في مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا الطاقة أو تكنولوجيا المعلومات؟ هل نعتبر ذلك؟ لا خالص. للعلم هو فنيا إنسان متحضر جدا وعلى وعي كافي بكل علوم التكنولوجيا الحديثة وعنده وافر علم. يعني أنت لو حطيته في أي قاعة ما بين مجموعة من المتخصصين دايما هيبرز لأن هو فاهم. هل تابعت التقاطه للطائر من الأفكار؟ لا. ماذا تقصد؟ إذن سنعود للحديث تفصيلا عن هذا الرجل ومستقبل تويتر ومستقبل العصفور الأزرق بالطبع استنادا إلى شخصية صاحب التطوير. من القاهرة أشكرك شكرا جزيلا المهندس مصطفى أبو جمرة وأنت الخبير في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات. شكرا جزيلا لك. آية وخيري مرة أخرى. شكرا تامر على هذه الوقفة التحليلية. دخل اتفاق السلام في إثيوبيا حيز تنفيذ بعد 8 أيام من محادثات رسمية بين الحكومة وجبهة تيغراي في جنوب إفريقيا. اتفق الجانبان على وقف دائم للأعمال العدائية ونزع السلاح الكامل لقوات تيغراي وإيصال المساعدات إلى هناك. ويتزامن الاتفاق مع الذكرى السنوية الثانية لبدء العملية العسكرية على الإقليم التي انطلقت في 3 نوفمبر عام 2020 وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. قبل يومين من مؤتمر كوب 27 اختتم النسخة 17 من مؤتمر الشباب للمناخ بشرم الشيخ. إذن الآن نتحول إلى نيويورك لمتابعة جلسة مجلس الأمن الدولي حول التجارب الصاروخية المتواصلة لكوريا الشمالية. إلى هناك مئات من الطائرات الحربية وفي استعراض المركز النووي 2022 وزارة الدفاع الأمريكية تعتبر أن استخدام كوريا الشمالية للأسلحة وتزعم أن القضاء على هذا النظام هو واحد من الأهداف الأساسية للاستراتيجية النووية لها. المتحدة قد عززت من تعاونها مع بلدان أخرى فيما يتصل بالغواصات النووية وقالت أنها سوف تنشر أسلحة استراتيجية في المنطقة. الولايات المتحدة وآخرون يزعمون أن المناورات العسكرية ذات طابع دفاعي بينما تؤكد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تطوير الدفاع الوطني ضروري من أجل الدفاع. إن التزم كل الطرف بالحجة فهذا أو رفض قبول الآخر فإن الوضع سيدخل في حلقة مفرغة بشبه الجزيرة الكورية. إن تطور الوضع هناك منذ العام 2018 يبرهن على أنه فقط من خلال استئناف الحوار والمشاورات يمكن التوتر في شبه الجزيرة أن يخف ويتم كسر الحلقة المفرغة ويتم تعزيز الثقة بين كل الأطراف وتتراكم هذه الثقة حتى يتم التخلص من هذه المعضلة إلى الأبد. نطالب الولايات المتحدة بوقف المواجهة بشكل أحادي وأن تتحمل مسؤوليتها من خلال الإجراءات وأن تبرهن عن حسن النية والإخلاص من خلال استجابة للشواغل المشروعة والمعقولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى يتم خلق الظروف لاستئناف حوار هادف. وبالنسبة لشبه الجزيرة الكورية المجلس يجب أن يؤدي دورا بناء بدلا من مجرد التركيز على الضغط. المناقشات في المجلس يجب أن تحافظ على الاستقرار وأن توقف الفوضى في شبه الجزيرة الكورية وبدء الحوار والمفاوضات وتسوية الصعوبات الخاصة بكسب العيش والوضع الإنساني بهذا البلد بدلا من وضع العوائق أمامه. وفي الظروف الحالية المجلس يجب بشكل خاص أن يسعى لتخفيف المواجهات والتوترات وتعزيز التسوية السياسية والترويج لها. إن القرار الذي تقدم به الصين والاتحاد الروسي بشأن هذا البلد في المجلس هدفه تخفيف الوضع الإنساني والمشاكل الخاصة بكسب العيش بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وخلق المناخ لكل الأطراف لكي تعزز الثقة المشتركة واستئناف الحوار
بث الروح في التسوية السياسية الخاصة بشبه الجزيرة الكورية، ومشروع القرار لا يزال مطروح، وتمنى أن تنظر به كل الأطراف بشكل إيجابي. وبوصف نجار جنوب لشبه الجزيرة الكورية، نشعر بالقلق إزاء الوضع هناك، ونحن نلتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية، ونزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية، والتعامل مع المشكلات من خلال الحوار والتشاور. مرة أخرى نطالب بكل الأطراف المعنية بأن تواجه بشكل أساسي أسباب الجذرية للوضع هذا، واتباع نهج لمسارين، وأن يكون هناك إجراءات متسقة، والنفي بشواغل البعض من خلال الحوار والتفاوض، وأن نقابل بعضنا البعض في منتصف الطريق وبنية حسنة حتى لا يخرج الوضع عن السيطرة. وسوف نواصل بذل جهودنا ونلعب دور بناء في هذا السياق. أشكر ممثل الصين على بيانه، وأعطي كلمة لممثل المكسيك. شكرا جزيلا سيدتي الرئيس. نشكر مساعد الأمين العام خياري على إحاطته، ونرحب بوفد اليابان وبوفد جمهورية كوريا في هذا الاجتماع. منذ أقل من شهر مضى هذا المجلس اجتمع بعد حدوث موقف مماثل تمثل في إطلاق قذائف تسيارية طويلة المدى، ونلحظ بعميق القلق المعلومات التي تؤكد على أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قد أطلقت قذيفة تسيارية سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية كوريا، إضافة إلى عملية إطلاق فاشلة لقذيفة قيم أنها قذيفة عابرة للقارات، وكذا ما يقرب من 20 قذيفة أخرى كل منها له مدى مختلف ومتباين. الوضع جد خطير، وما من وضع يماثله، هناك الكثير من عمليات الإطلاق. ونشير إلى أنه في شهر أكتوبر القذيفة المشار إليها حلقت فوق الأراضي اليابانية. من المقلق أن قرارات مجلس الأمن تنتهك بشكل ممنهج دون أي عواقب يفرضها هذا المجلس. وفي غضون هذا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل تعزيز برنامجها النووي والتسياري، وتواصل من تطويره أيضا من خلال المركز النووي الجديد والتشريعات، وهذا يقود من هيكل عدم الانتشار ونزع السلاح. نظام الجزاءات لا يحترم، التهرب من الجزاءات والتلاعب هنا وهناك تستمر، وهذا يؤدي إلى تخصيص الموارد لبرامج أخرى. إن لم يستطع مجلس الأمن أن يدين بشكل به وحدة صف تحدي سلطته، نؤمن أنه على الأقل يجب أن يتحدث دعما لحوار دبلوماسي ملح يسمح بالتوصل إلى حل شامل يتم التفاوض عليه. نؤمن أننا عندها يمكن أن نتوصل إلى التقارب اللازم. إذن كان هذا جانبا من جلسة مجلس الأمن حول التجارب الصاروخية المتكررة والمتواصلة لكوريا الشمالية، وبالتأكيد هذا أمر يثير قلق سواء جارتها الجنوبية ولا سيما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول. وهنا استمعنا إلى كلمة ممثل الصين في هذه الجلسة، وكذلك استمعنا إلى كلمة ممثل المكسيك. الجميع يؤكد على ضرورة الالتزام بالأمن والسلام في هذه المنطقة. إذن نعود الآن إلى سياق هذه النشرة، حيث اختتمت فعالية النسخة 17 من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ، والتي انعقدت في شرم الشيخ. شارك في الاحتفالية عدد من وزراء الحكومة المصرية وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واليونيسف، وعدد كذلك من منظمة المجتمع المدني. تهدف الفعالية إلى الخروج ببيان عن الشباب العالمي يتم طرحه على قمة مؤتمر المناخ التي تنطلق الأحد المقبل، وذلك بهدف إشراك صوت الشباب في قضية المناخ.
نظمت حملة شعلة العدالة المناخية مسيرة بمدينة شرم الشيخ بمشاركة نشطاء مهتمين بالبيئة من عدة دول إفريقية قبيل انطلاق قمة المناخ المقررة الأحد المقبل. وطالبت الحملة بضرورة التحرك العاجل لمواجهة التغيرات المناخية والنظر إلى قارة إفريقيا لما تعانيه من تداعيات للتغير المناخي. هنا تكون انتهت نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في ختام اجتماعات مجموعة السبعة، بلينكين يعلن أن واشنطن سترسل أنظمة دفاع جديدة إلى أوكرانيا. روسيا تعلن فرض حظر التجول في خرسون على مدار اليوم. بايدن يبدأ آخر حملاته الكبرى لدعم حزبه الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. إلى هنا تنتهي نشرتنا، ونذكر حضراتكم أنه لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت. أيضا يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام، ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. إلى هنا تنتهي هذه النشرة. الشكر انتهت نشرة الأخبار. هنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.